تعبت زهقت فاكس مش مكمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم حسين سيد انفورما، والنهارده يوم الاحد 23/7. انا فتحت الكاميرا وقلت اتكلم من قلبي، لسه راجع من الجيم، بس النهارده يعني احداث اليوم بتخليني ان انا لازم اتكلم معاك. يمكن تكون الفيديو دي بالنسبه لك علامه، ويمكن يكون في قرار مهم انت عايز تعمله النهارده او عملته اوريدي، والفيديو ده يغير من قرارك، سواء كان قرار مصيري او قرار عادي. يعني اللي انا عايز اقوله النهارده ان انا صحيت زي كل يوم، قلت اشتغل اعمل قهوه، لقيت النور قاطع زي اللي حد بيحصل في مصر كلها، قلت مفيش مشكله، استنيت لما النور جه. في الدنيا حر ودرجه الحراره النهارده عاليه، وجيت اشتغل النور قاطع تاني، يعني اللي بيحصل، يعني اللي بيحصل دلوقتي. ما عرفتش اشتغل، قلت خلاص اعمل اي اكله كده وابدا انزل الجيم. طبعا عملت الاكل ونزلت الجيم، الدنيا حر جدا تحت. نزلت الجيم حاسس ان رجلي تقيله، حاسس ان انا مصدع، حاسس ان انا مش طايق حد. ده احساس داخلي جوايا بيحصل لاي بني ادم في الدنيا في اي يوم عادي، بيبقى في يوم عنده داون، بيبقى مش قادر يتكلم، مش قادر يعمل اي حاجه. انا بالنسبه لي ما ينفعش ان انا اوري للناس اللي بتيجي تسلم عليا ان انا مش قادر وتعبان، لا، وهم مش ملزمين ان هم يبقوا حاسين بيك ولا شايفين التكشيره في وشك، لا خلاص، ادام هم باصين لك في وشك ابتسم لهم ابتسامه صدقه. يعني قلت ابدا التمرين، يمكن التمرين يطلع فيا غل مثلا. مفيش خالص بقى، انا بسجل اوزاني وعداتي. النهارده كان عندي ظهر وبايسبس، مفيش، يعني انا بسجل اوزاني وعداتي، يعني المفروض ان انا اوصل على الاقل للماكسيمم ويت اللي انا وصلت له المره اللي فاتت. ده انا مش قادر اوصل لاقل وزن قدرت اشيله التمرين اللي فاتت، انت متخيل؟ وبجيب عدات اقل. انا حاسس ان انا لا خلاص، يعني ايه عد الليله يا حسين، تمرينه وخلاص، زقه وخلاص. وفي اوقات كده بقول افكس مجموعه، لا اخشها وخلاص، المهم ايه المجميع تتلعب زي ما هي، مش مشكله، الويت دلوقتي هيتظبط الاسبوع الجاي ومفيش اي مشكله. التمرينه في العادي بتاخد من ساعه ساعه ونص، التمرين النهارده قعدت ساعتين ونص. انا بزق فيها عشان تخلص، مش قادر، تعبان. بص انا هفك الجيم خالص، انا مش قادر، حاسس ان انا مش طايق حد، حاسس ان انا عايز اروح، عايز تكييف، عايز اي حاجه. المهم ايه، خلصت التمرينه واودي في الساعتين ونص دولت، نزلت لقيت ان انا عندي 35 دقيقه كارديو. ببص لمكنه الكارديو، انا بلعب كارديو على التريدميل، بلعبها انكلايند كده مايله. ببص على تمرينه الكارديو بتاعتي، قلت لا خلاص بقى فاكس، مش شرط كل يوم كارديو، ريح يا عم وفصل، ريح اي حاجه. انا مش عارف ايه اللي حصل، بس في واحد جوايا كده قال لي هي دي اللحظه يا حسين اللي انت لو دخلت فيها كارديو انت مش هتفوت اي سيشن كارديو لحد ما تقول بس يا كارديو في المرحله اللي انت ماشيها دلوقتي. مش عارف ليه مشيت وراه وقلت يلا بينا نخش الكارديو. اول خمس دقايق انا عايز اقول لك ان رجلي فيها كياس رمل، رجلي مش قادره تتحرك، كل شويه ارجع ورا قوي على التريدميل، تحس ان انا هقع على التريدميل خلاص، مش قادر، مش تعبان، مرهق. اليوم ده مش يومي خالص، لسه اللي جوايا بيقول لي خلي بالك انت لو كملت الدقايق بتاعتك ال 35 دقيقه هتعرف تكمل اي سيشن كارديو تاني قدام. مش عارف ايه اللي خلاني اكمل 35 دقيقه، لا ده انا زودت خمس دقايق عند في نفسي، اكني بعاقب نفسي ان هي كانت بتقرر ان انا مش هدخل كارديو النهارده وعملت 40 دقيقه النهارده. طبعا انت هنا بتقول لي يا عم انا مالي بالكارديو ومالي بالحديد ومالي بيومك اصلا، والكهرباء بتقطع علينا كلنا، انت جاي تكلمنا في كده ليه دلوقتي؟ اللي عايز اقوله لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم نفس الموقف ده مش بيحصل بس في الجيم، بيحصل في حياتنا كلها، سواء في الدراسه، سواء في مشروع انت داخله، سواء في الشغل بتاعك. دايما بتلاقي فيه يوم انت فيه داون، او انت فيه مش قادر تعمل حاجه، طهقان، عايز تسيب الحاجه اللي انت بتعملها دي وتطفش. في حاجه دايما اسمها الكومفورت زون، الكومفورت زون دي هي منطقه الراحه بتاعتنا، دايما تحس ان فيها كده مغناطيس بيحب يشدك دايما، وخصوصا في وقت ضعفك، في النقطه اللي انت ضعيف فيها. اللي انا عايز اقوله لك واللي كنت بقول لك من اول الفيديو ان ممكن تكون دي علامه، انت لو بتمر النهارده ودلوقتي بالمرحله دي، مرحله ان انت مش قادر وهتفكس حاجه مهمه جدا في حياتك عشان ترجع تاني للكومفورت زون او منطقه الراحه بتاعك، صدقني النقطه اللي انت بتتفرج فيها على الفيديو ده، او النقطه اللي انت بتقرر فيها دلوقتي، او النقطه اللي انت بتقرر فيها وانت في اقل حته متحمس فيها اتجاه الحاجه اللي انت بتعملها دي، لو عديتها اقسم بالله ابواب الرزق كلها هتتفتح لك قدامك. ده اختبار يا معلم ربنا بيحطك فيه، لو عديته هتكمل في المشوار ده في حته تانية خالص، هتلاقي النتائج غير اللي انت كنت متوقعها خالص. وانت فاكر ان انا كنت مكمل الكارديو عشان النهارده هيفرق معايا قوي؟ طب ما النهارده ممكن يتعوض في اي يوم. انا كملت النهارده عشان عارف ان انا في اي يوم تاني هبقى داون فيه هفتكر النهارده واقول شفت، انت كنت في يوم مش قادر تكمل الكارديو وكسرت الرقم اللي المفروض تعمله كمان. فانت لو في النقطه دي دلوقتي، انت لو في القاع دلوقتي، بقول لك كمل كمل، وهتفتكر اليوم ده كويس، واي وقت تاني هتبقى داون فيه ومش قادر تكمل، صدقني اقسم بالله هتفتكر نفس الموقف ده وتكمل وتعافر وتوصل للهدف اللي انت حاطه.
ده كلام من قلبي والله العظيم، قلت افتح الكاميرا واقول الكلام ده ومش سكريبتد اصلا ولا اي حاجه، قلت اقوله. يمكن في واحد بس محتاج الفيديو ده ويسمع الكلام ده عشان يكمل اللي هو بدأه، ما يدخلش جوه الكومفورت زون، ما يدخلش جوه منطقه الراحه.